بصوا بقى، الخبر اللي معايا ده لطيف جدا. قلعة تاريخية للبيع بجنيه واحد بس، جنيه استرليني واحد بس. جنيه؟ اه جنيه استرليني واحد بس. قلعة تاريخية عمرها 120 سنة في اسكتلندا بريطانيا العظمى، معروضة للبيع بجنيه استرليني واحد بس. القلعة بيعود بنائها إلى القرن التاسع عشر ومملوكة للهيئة العامة للتراث، وكانت أحد أهم الأماكن لإقامة الحفلات وصيد الغزلان والأسماك زمان. وبتضم مجموعة من أندر التحف التاريخية، أهي القلعة صورها أهي، بصوا جمالها والتابلوهات النادرة. طب ايه، مليانة عفاريت يعني ولا فعلا إيه؟ معروضة للبيع بجنيه استرليني واحد بس. بصوا روعتها. ليه بقى؟ ليه؟ مشكلتها انها محتاجة 20 مليون جنيه استرليني صيانة. اي مفيش حاجة فيها تشتغل يعني، هي كده تشحن موبايل مش فيه، يعني فيش اي حاجة بقى، مفيش بوتاجاز، مفيش غسالة، مفيش كهرباء، مفيش اي حاجة. ممكن اخدها ومصلحش، وفي احتمال بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ فانت عشان تقدر تعيش فيها لازم تجددها. اوكي، مع الاشتراط او اشتراط المحافظه على طبيعتها التاريخيه، هتفضل كده، والتخطيط لتحسين مستقبل الجزيره التي تتواجد بها القلعه. يعني اصلح الجزيره؟ ايوه يعني طبعا، نضبط بقى الجزيره وترش الجزيره وتجدد ترش الجزيره والميه قريبه مش بعيده. لا الفكره ان انت عشان تجددها وانت محافظ يعني على، يعني هي ثمنها، انت قلتي الصيانه كم؟ 20 مليون دولار. هي 20 مليون دولار او لا 20 مليون جنيه استرليني. قالت الهيئه بقى اللي بتمتلك القلعه دي، قالت ان الدافع وراء عرضها للبيع هو البحث عن مشتري يقدر قيمتها ويتولى العنايه بها وانقاذ القلعه واعاده ترميمها والعنايه بها. بس قلعه جميله قوي يا جماعه، انا لو عندي 20 مليون جنيه استرليني كنت اكيد رحت اشتريتها. بس طبعا تصلحي ده كله. ايوه الفكره يعني انه تبقى حلو قوي الاثر ده يرجع تاني لرونقه. بدخول مثلا شركة كبيرة، رجل أعمال غني، مؤسسة مش عارف إيه، بس بإشراف الدولة يعني. الدولة هو مش هيقدر يبيع القصر ويفتح. ما هي حاطة شروط. ما هي حاطة شروط. يعني كأنها حق انتفاع مثلا. بالظبط. دي طريقة أعتقد إنها تخفف من على عبء الدولة، لأنه في تفاصيل كتيرة جدا. بس هو هيمتلكها، خدي بالك. ايوه بس ما هو يعني ممكن يقفلها، مش هياخدها ويمشي. ما هو في الاخر مش هياخدها ويمشي، هو موجودة ومملوكة لانجلترا، ويعني ممكن يفتح جزء منها مزار. لا يعني هو ممكن يقفلها خالص على نفسه. في جزء في باكنغهام الناس بتخش تزوره. ايوه طبعا ده حقيقي، تخش تزوره عادي يعني، مش مشكلة. احنا